تنظن كتابي وهاد القرار.
حنا كنا بغينا اليوم كنتسناو شي مسؤول اللي غيقدر يجاوبنا. غير المشكل ديال العرض الصحي راه السيد النائب يقول لك هذا راه على المستوى الوطني، ومع السيد الوزير ديال الصحه تيقول لك الله غالب عاد تيهضر تيقول لك الموارد البشريه هذه يوميا. ولكن هنا شنو اللي كاين؟ راه فعلا راه كيهضروا الاخوان بالنسبه حنا راه حسب العالم القروي صحيح باش نقول الواقع علاش فهمتيني؟ يعني ما كيعطيوناش واحد الاهتمام، يعني داك حتى داك التوزيع الجغرافي راه غير محترم. راه اللي كذا السي عزيزي الا مشيتي لواحد الكثافه السكانيه كتلقاها هنا في المدينه. انا شتي غير كتسمي داك سميتو داك الطبيب ديال الموت اش كنسميو ديال القسم اللي كيكون في الجامعه الطبيب الشرعي، طبيبه ساكنه هنا حدانا وخدامه في تيفلت، وعييت نعطيها باش تجي تخدم عندنا هنا. عطيتها لا لا كنهضر والله القسم بالله، ولكن بالنسبه لها عامر عالم قراوي، يعني شحال هذه الرؤيه ديال العالم القراوي، يعني حتى التوزيع. المهم سي عزيز حنا كنشكرو، حنا عرفنا هذا المستوى اللي كنطلبو داعمك، ماشي كنحضرو لا، ولكن اجوبه كبيره، الرؤيه اللي كنا كنتسناو ما سميتها على وديتك. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.